فيه 50 هكتار لازمنا اخدم برجليك منه مباشرة. مباشرة هاك هاك بدينا قمنا بعملية انطلاق مشروع الغرس الغابي بمنطقة المجبارة على مساحة 50 هكتار، وهذه العملية تشمل غرس أشجار الصرو والصنوبر والخروب. لما نبدينا خرجونا من مؤسسة البيئة مفتوحة مجبارة للتدعيم والمشاركة في عملية تشجير السد الأخضر الذي يسمح لنا في المشاركة في هذه الحملة لليوم العالمي للشجرة. مشاركة في الحملة تاع التزجير هذه لغرس الشجرة، ونشكر المؤسسة على هذه المعاملة وعلى هذه الثقة اللي داروها فينا باه ويعلمونا في صوالح كما هذه ما كناش عارفينها، والحمد لله رانا عطينا تقريبا حريه كامله في بلاصه كما هذه رانا ما كناش حابين نوصلوا نشوفوها، وانا شفناها اليوم وان شاء الله نشاركوا في الشجره. عيد الشجره هذا اليوم مبادره زينه، وراه مازال عندنا حتى 30 مايو ان شاء الله